مساء الخير مشاهدينا حول العالم، مرحبا بكم في حلقة نقاش جديدة. ضيفنا اليوم هو مذيع مصري يتميز بالتواضع والكاريزما العالية. ضيفي وضيفكم لم يتميز فقط في الراديو بل وفي التلفزيون. ضيفنا اليوم هو المذيع المصري مروان أدري. مروان بنرحب فيك معنا. أهلا بك، ازيك يا سارة؟ تمام. مروان، أول شيء بنحب نعرف الجاليات العربية حول العالم، من هو مروان أدري على المستوى الشخصي؟ ما فيش أي حاجة مميزة. أنا اسمي مروان أدري، اشتغلت مذيع بقالي 12 سنة، اشتغلت في الإذاعة، وبشوف إن الإذاعة حاجة لطيفة جدا لأن أنت بتتواصلي مع الناس من خلال الصوت بس. اشتغلت في التلفزيون 5 سنين، سنة في الفضائية المصرية وسنة في أو تي في، وما اقدرش اقول ان انا يعني كتبت كتير، بس كنت بكتب في مجله اسمها احنا، قعدت حوالي سنتين بكتب فيها وبس. مروان، ليه بتفضل البرامج الانترتينمنت او البرامج الترفيهيه؟ لا، هي مش تفضيل، هو ده اللي كان بيتعرض عليا، واحنا في شغلنا في الاذاعه كمان احنا اذاعه ترفيهيه، فالبرامج بيبقى اغلبها ترفيهي، لكن ما كانش عندي اوبشن ان انا اختار اقدم ايه. بس انا قدمت في التلفزيون لما طلعت في او تي في، اشتغلنا كان برنامج صباحك سكر زياده، كان عندنا فقرات سياسيه وكان عندنا فقرات ترفيهيه وفقرات اجتماعيه وطبيه ورياضيه. نعم. فاشتغلت تقريبا، اعتبر يعني اشتغلت كل الاشكال. لماذا لم يعلن عن موقفه تجاه الثوره مروان أدري؟ اعلنت عن موقفي تجاه الثوره، بس هو الاعلان عن الثوره مش ان انا افضل اكتب على الفيسبوك وعلى تويتر. الاعلان عن الموقف ان انا اشتغل، ان انا بقول رايي لما يطلب، مش ان انا اقعد طول النهار اطلع في حوارات او ان انا اكتب بوست على فيسبوك او على تويتر او على اي سوشيال نتورك. لماذا وجه الاعلام المصري اتهامات لاسرائيل تحديدا بانها تقف وراء هذه الثوره؟ انهي اعلام مصري اللي انت بتتكلمي عليه؟ الاعلام المصري القومي الرسمي، الاعلام الحكومي. نعم، اسأليهم هم. من وجهة نظر، اسأليهم هم. المنظومة الإعلامية في مصر الرسمية عليها علامات استفهام كتير، ما أظنش إن ده بيعبر عن حال الثورة وقت ما قامت، بس يعني استكمالا لمسلسل التعتيم الإعلامي اللي هم كانوا بينتهجوه من زمان. نعم. مروان، على المستوى الشخصي، هل تصدق من يقولون أن الثورات المتتالية في الوطن العربي وراءها ايضا اسرائيل؟ لا، رايي الشخصي لا. لماذا؟ اشك يعني اسرائيل عندها حاجات اهم بكتير، يعني اجندتها عندها صحيح. حاجات فيها اهم بكتير من انها تقوم ثورات، بالعكس هي من مصلحتها ان الانظمه القديمه اللي كانت موجوده هي اللي تستمر. نعم. مروان أدري، ما هو تعليقك على الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؟ لم أسمعه ولم أره، فلا أستطيع التعليق. ألم تسمع عنه قط؟ لم أسمع الخطاب. ولم تسمع عنه من أحد أم لا، لم يحقق الخطاب صدى لدى الجماهير؟ لم أسمع عنه من أحد. وإذا قلنا لك أن هذا الخطاب تناول سلام، كلها خطوات تجاه سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، وسلام أيضا مع الدولة الفلسطينية، وأن تكون هناك دولة فلسطينية وأن يعترف بها في الأمم المتحدة، أو تكون لها عضوية بمعنى أصح في الأمم المتحدة، ما هو تعليقك على هذا؟ يعني نتمنى أن يحدث هذا، يعني ما أعرفش، التصريحات كتيرة والبيانات كتيرة، المهم اللي يتنفذ، المهم اللي ينزل على أرض الواقع ويتنفذ، لكن التصريحات ما أكثرها. نعم. مروان، إذا عرض عليك أن تقوم بتدريب فريق من المذيعين الجدد لقناة إسرائيلية مقابل رئاسة القناة مثلا، تقبل أم ترفض؟ أرفض. لماذا؟ الموضوع ملوش علاقة بالفلوس ولا ليه علاقة بالمناصب. أنا أرفض أن أنا أعمل في جهة تحمل صبغة إسرائيلية. لماذا؟ أنت تقبلي؟
انا عم بحكي معك انت. ماشي، ما انا بسالك انت تقبلي؟ ما اصل احنا المشكله ان احنا اثنين مذيعين، بس تكون انت مذيع بيكون البرنامج لا لا، خليها زي البينج بونج. انت تقبلي؟ ما بحب. ليه؟ ما بحب انه تكون مثل البينج بونج. ليه ما بتحبي انها تكون مثل البينج بونج؟ لانه انت هون تسال انا وترد انت. ما اظنش ان انت لو سالتي السؤال ده لاي شخص ممكن يقول لك اه انه يقبل مهما كانت المغريات. لماذا؟ هل انت شفتي في جماهير عربيه او في ناس public figures او مثقفين او بيتعاونوا بصدر مفتوح او بيقولوا ده على الملأ؟ من ضيوف البرنامج قليل. زي مين؟ موافق. زي مين؟ قولي لي مين. مشاهدينا بنطلع فاصل وبنرجع مع ضيفنا المذيع المصري مروان قدري. شو زي مين؟ ما بنقدر نقول انه زي مين. ليه؟ ما انت بتسالي بصراحه وانا برد عليك بعد بصراحه. بعد الحلقه بنحكي، بقول لك انه فلان قال فلان. لا بس يعني بس هم ضيوف طلعوا معاكي صح؟ نعم نعم. طيب زي مين؟ منهم شخصيات رياضيه وافقوا، وشخصيات فنيه، شخصيات سياسيه. اوكي. اجين الاستثناء. بعضهم كانت لديه اقتراحات لتحسين الاوضاع وللعمل عليها بشكل موضوعي. انهي اقتراحات وانهي اوضاع؟ اقتراحات لدى الموقف الاسرائيلي في منطقه الشرق الاوسط. مش فاهم الكلام قوي بس ماشي. يعني اصل هي فكره ان انت تسالي مين بيعمل او مين يرضى يشتغل مع اسرائيل باي شكل من الاشكال، نادرا ما هتلاقي حد بيقول لك انه موافق، حتى لو هو جواه موافق وما عندوش مشكله في ده. اذا فنانه مثلا قالت انه بتقبل اذا كان العمل الفني بينقل شيء حقيقي. ده رايها. اصل انا ما اقدرش احكم على اراء الناس. نعم. يعني كل واحد بيبقى له منظور للعمل بتاعه بشكل مختلف. انا شايف ان انا لو اشتغلت في الحته الفلانيه. لكن بدك تقلنا انه ليش لا شو ما بتقبل انه. بس بنرجع من الفاصل. مروان بنرحب فيك مرة تانية. أهلا بيك يا سارة. بنكرر سؤال، ليه ما بتقبل إنه تعمل في قناة أو محطة إذاعة إسرائيلية؟ ممكن تقولي إن أنا مش موافق على السياسة اللي بتنتهجها إسرائيل، وبالتالي ما أقدرش أتعامل معاهم في أي عمل أيا كان. إذن أنت تعترض على ممارسات الحكومة الإسرائيلية؟ بشكل أو بآخر أكيد. شو خص الشعب الإسرائيلي؟ وهو الشعب الإسرائيلي مستني مروان قدري يروح يدير شيء هناك أو يعلم حد هناك؟ أكيد لا. إذن على المستوى الشخصي توافق على التطبيع الشعبي؟ لا أنا ما قلتش كده. معنى كلامي مش بعيدا كده. عن ساحة العمل توافق على التطبيع على المستوى الشعبي؟ لا أنا ما قلتش كده. أنا ما قلتش كده. نعم. لماذا؟ لماذا لا توافق؟ لا أوافق. أنا ما أحطش إيدي في إيدي الناس بتنتهك الحريات الإنسانية وبينتهكوا كل الحقوق و فليه أتعاون معهم؟ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إذا كان هذا ما تعنيه، هذا بعيدا كل البعد. أنا لم أعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إحنا في معاهدة سلام بيننا وبينهم وفي تعاملات. ماذا تعني بتنتهك الحريات؟ الحريات اليهود. هقول لك على حاجة، خلينا ما نقولش اليهود، نقول الإسرائيليين. نعم. لأن اليهود، اليهودية هي ديانة. طهرة. الإسرائيلية هي جنسية. نعم. والصهيونية هي مذهب. نعم. فالإسرائيليين حركة سياسية مذهب من. يعني أين. نعم. كان المسمى. نعم. الحريات اللي بتنتهك إن مثلا، وده بيحدث حتى في دول أوروبا والدول التي تتمتع بحريات كبيرة، لو حد أعرب عن وجهة نظره التي لا تتناسب مع الآراء والأفكار الإسرائيلية بيتهم في في إسرائيل احترام للحريات والديمقراطية حقيقية. مش مفيش مشكلة. يعني أنا ما أقدرش أتكلم عن حد، أنا بقول رأيي. بسألين عن رأيي. فور يا جماعة في صوت. فور مش عايز صوت بره.
ديمقراطية حقيقية وتحترم الحريات. أوكي، ف كنت بتحكي إنه ما في بإسرائيل أو إنه المواطن الإسرائيلي لا يحترم. أنا ما قلتش المواطن الإسرائيلي، أنا قلت الحكومة. لم أقل أي مواطنين ولم أتحدث عن الشعب. الحكومة الإسرائيلية تطبق ديمقراطية كاملة وتحترم حريات الآخرين. هل نحن نعرف ذلك؟ من أين لك هذه المعلومة؟ أنا أعرف هذا بناء على الاطلاع المتابعة. أنا يعني ما أقدرش أكذبك. هل لديك تحليل شخصي للشخصية الإسرائيلية؟ لا. لم تتعامل أبدا مع شخصية إسرائيلية في حياتك؟ لا، لا أذكر. هل تتضامن مع أحداث 9 سبتمبر أمام السفارة الإسرائيلية؟ أنا ضد التطاول على أي سفارة أو أي أرض داخل جمهورية مصر العربية تنتمي لأي دولة، لأن ده غلط على مصر بغض النظر الدولة دي إيه. السفارة هي أرض ملك الدولة أو تعتبر قطعة من الدولة اللي واخدة الأرض دي، سفارة السويد، سفارة أمريكا، سفارة فرنسا، سفارة البحرين، أي سفارة. وعلى نحو آخر لا يجب أن تقطع علاقات دبلوماسية أو سياسية على يد الشعب أو بقرار الشعب. مش فاهم السؤال. هذا من شأن الحكومات. لا مش فاهم السؤال. قطع علاقات سياسية، طرد سفير، هذا يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية. مين طرد سفير؟ السفير الإسرائيلي. السفير الإسرائيلي لم يطرد. السفير الإسرائيلي خرج من مصر بشكل مهين. لم يطرد. خرج من مصر بشكل مهين. لم يطرد. إذا هدم سور السفارة. لم يهدم، هذا السور لم يكن ملكا للسفارة، هذا السور بني لحماية هذا السفارة. هذا هجوم على السفير الإسرائيلي في مصر. هذا هجوم على السفير. السفير لم يطرد. هل تقبل نفس الشيء على السفير المصري في أي بلد ده أخر؟ إذا أنا وافقتك على كلامك أرد على السؤال ده، بس السفير الإسرائيلي لم يطرد. كيف خرج إذن؟ خرج، سحب. السفير الإسرائيلي سحب حفاظا على حياته ولم يطرد. فرق حفاظاً شاسع. فرق أنت شاسع. تتحدث أنه لم سارة. لم سارة. تتخذ الحكومة المصرية قرار بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، ولكن تعرض السفير الإسرائيلي في مصر لهجوم من قبل الشعب المصري. لم يحدث. فاضطر للمغادرة. لم يحدث. هذا شكل مهين. هذا لم يحدث. هذا حدث. هذا ما حدث. صدقيني لا. على أي قناة أخبار بتتابع؟ كله يعني باخد لفة على كله، باخد لفة على كل القنوات. إذن فليخبرنا مروان أدري، كيف خرج السفير الإسرائيلي من مصر؟ السفير الإسرائيلي لم يطرد، خرج. كيف خرج إذن؟ لا كيف خرج دي أنا شيء معرفوش، لأن دي حاجات مش كلها بتعلن. لم يطرد. لم يطرد. هل كنت أمام السفارة؟ لا. هل كنت بالمطار؟ لا. كيف عرفت أنه لم يطرد؟ لأنه لم يعلن في الوسائل الإعلام، في وسائل الإعلام الغير مصرية. نعم. مروان أدري، أنت مع أو ضد هذه الأحداث؟ أي أحداث؟ 9 سبتمبر التي هي أحداث الأحداث أمام السفارة الإسرائيلية في مصر، وخروج السفير أيا كان المسمى. لا. لكن خروج سفير، خلينا لا، الأحداث اللي حصلت أمام السفارة. نعم. أنا لا أرضى عنها، لا أعرف أو لا أتحدث أو لن أبدي رأيي في خروج السفير. أنا أبديت رأيي كشخص عادي، مواطن عادي بتفرج على المحطات الإخبارية الغير مصرية أو المصرية. نعم. والتي أعلنت كلها أن السفير الإسرائيلي في مصر لم يطرد، غادر. غادر بناء على لا أعرف. أحداث فوضوية تقبلها أم ترفضها؟ لا طبعا أرفضها، أكيد ترفضها، أكيد. زي ما أرفضها لأي دولة أخرى. نعم. سيد مروان، إذا وجهت لك دعوة أن تشارك في حوار تلفزيوني لتلفزيون إسرائيلي أو قناة إسرائيلية أو برنامج إسرائيلي، وطلب منك أن توجه كلمة للجماهير الإسرائيلية، ما هي الكلمة؟ لا أظن هبقى محتاج أقعد أفكر شوية قبل ما أقولها، ما فيش حاجة حاضرة في ذهني دلوقتي، بس لا أكيد هبقى محتاج أقعد أفكر قبلها شوية. أنت لا تفكر في إسرائيل في المطلق؟ بمعنى إيه؟ رغم أنك خريج أداب عبري. لا يعني إيه لا أفكر في إسرائيل في المطلق؟ قراراتك بدك وقت
انا 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 ما بحبش اخد قرارات سريعه لتجيبهم. انا مش شخص متسرع، بحب اخد وقتي عامه حتى في حياتي الشخصيه. ما بحبش اخد قرارات انفعاليه او قرارات عشان الناس واخده قرار الفلاني. انفعالي هون؟ لا لا خالص. بتشوف شيء انفعالي؟ اطلاقا. ولا شيء ببالك انه لا ممكن تقوله؟ لا. اذا قلنا بعيدا عن العلاقة بين إسرائيل وفلسطين، هل لديك موقف آخر تجاه إسرائيل بعيداً عن هذه القضية؟ لا تماماً. مروان أدري نشكرك. سي سارة. نتمنى نكون ما ضايقناك. لا خالص بالعكس. مروان في شي بدك تقوله قبل ما نختم الحلقة؟ لا ولا شيء. ولا شيء. مشاهدينا، هكذا كانت الحلقة اليوم. فكان المذيع المصري لأول مرة مذيع لا يتحدث ولا يتكلم ولا يعلق ولا يجيب. حلقة جديدة ونقاش جديد مع ضيف جديد قريبا. شكرا. لا ما فيش. نحن بنشكرك على وقتك. ميرسي جدا. نتمنى انه ما ضايقناك. شفتك متوتر. لا 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 خالص بالعكس. لا الحر، انا الاضاءه بتحررني جدا. ازعجتك اسئلتي؟ لا 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 خالص. لا لا عن جد ما انزعجت. لا 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 تقلقي. لا تقلقي. بالرغم ان انا مش موافق على الاوترو اللي انت قلتيها، بس تمام ماشي. اذا بدك ناخدها مره تانية. لا 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 ما فيهاش مشكله خالص. لا عن جد ناخدها مره تانية. لا 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 وكان بيرن. انت بتوافق على إذاعة هذه الحلقة مروان؟ لو مش موافق ما كنتش جيت. تمام. مرة بنشوف اعلامي مصري ما بيخاف من رأي العام. لا لا. كل اللي طلبوا تصريحات انه يكونوا صوروا معنا او هيك اشياء. يعني ايه؟ يعني كلهم انه بدهم تصريحات تصوروا. عشان انتوا؟ لانه جنسية القناة. اللي هي؟ قناة إسرائيلية. أوكي. That was a nice move, guys. Nice. سارة, was pleasure. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. إذا فيك. لا لا عايز موافق. لا مش موافق. ليه؟ مش موافق. إحنا متفقناش على كده. على شو؟ ما اتفقناش ان الحوار هيبقى كده. كيف يعني؟ اذا بدك مش مشكلة تغير شيء بالحلقه. لا 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 خالص. لا لا الحلقه اتسجلت وتمام. انتوا عندكم ماتيريال تمام. انا مال ده. طيب في مشكله. خلاص خلاص. مروان ادري. يا ساره ايه رايك؟ منى عبد الوهاب. منى عبد الوهاب. ازيك يا منى؟ ازيك يا مروان؟ لطيفه. الفكرة ظريفة طبعا جدا. اللبناني بتاعك حلو. ايه رأيك في المقلب؟ الفكرة جديدة. فكرة الموضوع هي الكاميرا الخفية. هي كاميرا خفية ما... لكن الموضوع هو ده اللطيف، لان انت هتنجحي في استفزاز الضيوف انه طيب. مروان نشكرك على وقتك. ميرسي يا منى جدا. انا اتبسطت معاكم جدا. سيريسلي. نشوفكم في حلقة جديدة ومزاولة جديدة، ونشوف هنزاول ولا هنتزاول حكم بعد المزاولة. عايزني اتحرك كده. وقفت الكاميرا ده في عالمي. كاميرات الفوتوغرافيا دي. موافق على تسجيل الحلقة. سجل يا باشا. في الايام دي ما بقيناش عارفين مين معانا ده ولا مين علينا. دي حاجة تخنق تحير. اي نعم احنا شايفين كل الناس وطنية ومشاعرها إنسانية. ما هو كله عمال يحور. كفاية فيديوهات عياط ومعارضة تجيب إحباط وكلام محفوظ يتعاد. شوف إحنا هنعمل إيه في الحكم بعد المزاولة. عامل زي جيم الطاولة ما بين الضيف وقال إيه دولة معرفش سموها ايه.
هنعمل ايه؟